الغلطة بتاعت حان فيها عدم اكرام الاب، ولذلك الكتاب يقول العين المستهزئة بأبيها المحتقرة لأمها تقورها غربان الوادي. وقع في غلطة العمر دي أبشالوم حينما وقف ضد أبيه داود وأقام حربا ضده ونافسه في ملكه، وأخطأ أيضا إلى نسائه إلى سراريه. كانت غلطة العمر بالنسبة لأبشالوم. هذه الأخطاء تلاقي الكتاب نفسه الكتاب المقدس لا ينساها لا ينساها، مثل خطأ زوجة فوطيفار بالنسبة